نظمت وزارة المالية السورية بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات مؤتمراً بعنوان تكنولوجيا التمويل والتأمين، سعياً لوضع الخطة اللازمة للتحول الرقمي بالخدمات المصرفية والمالية وتطبيقها. الهدف من المؤتمر هو دراسة وبحث أهم التكنولوجيا العالمية في مجال العمل المصرفي وعمل التأمين وعمل المالية العامة، وأيضاً في قضايا الدفع الإلكتروني اللي حالياً عم تشهد نقلة كبيرة بعمل وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، أيضاً في أتمتة الضرائب وعمل التأمين والانتقال إلى الطوابع الإلكترونية وغيره. نحن ماشيين بفكرة أو خطة أو مشروع الشمول المالي. مجرد ما تم الربط ما بين جميع المصارف بدنا نطلع بفكرة الشمول المالي اللي بدها تحط نوع من الضوابط لآليات التسويات المالية وآليات الدفع. شو المطلوب من المصارف باعتبار القسم الأكبر موجود؟ هو تطوير الأدوات الموجودة بين إيدينا. التكنولوجيا دخلت بجميع القطاعات الحكومية، ومن هذا المنطلق سعت وزارة المالية من خلال مجموعة من المشاريع لتكريس التعاون مع كافة الوزارات لتطبيق كل النظريات والرؤى على أرض الواقع. تكاملية بالعمل ما بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات لتنفيذ التحول الرقمي للخدمات الحكومية بحيث أن تصبح إلكترونية. رقمنة العمليات الحكومية هي الهدف الأساسي للحكومة في الاستراتيجية اللي صدرتها عام 2021، والمؤتمر اليوم هو لوضع خارطة الطريق لتنفيذ هذه الإجراءات. إحنا الحقيقة شركاء مع المصرف ومع وزارة المالية، أولا بنظام الفوترة الإلكترونية اللي عم نشتغله سوا مع وزارة المالية، بالدفع الإلكتروني اللي راح يتعمم بكل سوريا للتجارة، وأيضا بالتسعير. نحن عملنا هلأ منصات تسعير راح نربطها مع الكل، فعملنا كتير مترابط معهم. مخرجات المؤتمر ركزت على التوجه لرقمنة الخدمات التي تساعد الحكومة بتكريس المرونة وتكفل التحرك بوتيرة أسرع وبموارد محدودة في حال الالتزام بتطبيق أسلوب صحيح ومجرب.